الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم وسن بسنتهم واستقام على شرعهم إلى يوم الجمع والدين وبعد الحضور الطيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فهذا سبيل الله تبارك وتعالى قد بينه في سورة الأنعام وأمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع هذا السبيل وإنت كمسلم تقترب النبي عليه الصلاة والسلام يكون سبيلك هو سبيل النبي عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام كان مسلما واتبع كلام الله تبارك وتعالى لأنه ربنا أمره قال له وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه والصراط المستقيم أنت بتحققه بإحدى أمرين الأول أن تعبد الله تبارك وتعالى وتخلص له العبادة كما قال تعالى في سورة ياسين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم لما تعبد الله سبحانه وتعالى عبادة شرع لك الرسول عليه الصلاة والسلام أنت بتكون اتبعت سبيل الله سبحانه وتعالى وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وأنت بتصلي بتسأل ربنا في سورة الفاتحة بتقول له إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا أنت بتقول لي يا الله اهدني السبيل المستقيم الصراط المستقيم ومن الأشياء المحيرة يجي واحد يقول لي يا الله إياك نعبد وإياك نستعين وتلقى بيعبد في الشيوخ وبيعبد في الفقراء واحد تلقاه بيصلي في الجامع يخش يعمل لك زحمة في الصف الأول يكون بيعبد يا الله يصلي كويس بس يطلع برا كده ينادي في الشيخ ده واحد منهم عشان أوريك إنه في ناس بيعبدوا الشيوخ من دون الله سبحانه وتعالى وتلقاه بيصلي وبيقول لي الله إياك نعبد وإياك نستعين وبيجي بينادي غير الله نداء غير الله شرك ولا ما شرك ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له ده شرك بالله سبحانه وتعالى شرك يا أخواننا ربنا سبحانه وتعالى ما بيرضى تنادي معوذن استنوا شوية يا أخواننا نتكلم بالقرآن والسنة ربنا سبحانه وتعالى قال أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا قل هاتوا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ربنا قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة زين وعياده اتخذوا من دونه آلهة ربنا قال قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول ربنا قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون يا أخي الله قال لك اعبدني تنادي الشيوخ على قال الله تلقى كبير ها ينادي في البقرة وينادي في الأنداد وينادي في الشيوخ ها ربنا سبحانه وتعالى ما بيقبل منك دين زي ده دين التصوف اللي بيقول لك نادي الشيوخ ديل الفراس للكون حراس اللي بيرفع راسه لا يواسه ارفع راسك والله ما يسوي لك اي شيء ما يعمل اي شيء ها والله ما يعمل لك حاجه ربنا سبحانه وتعالى يقول وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد بفضله لفضله يصيب به من يشاء من عباده يا اخواننا ربنا سبحانه وتعالى امرنا في القران ها قران كريم قال وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين ديل عندهم 60 إله من دون الله سبحانه وتعالى ربنا قال لك وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد يا أخي لأنه واحد ربنا سورة البقرة قال لك وإلهكم إله واحد ديل إله منه البرع عندهم إله لكن باطل والكباشي واد حسونة واد بدر يا أخي الله قال لك وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين اثنين ما ينفعوا يا أخي في سورة يوسف ربنا سبحانه وتعالى قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير
أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء والبدر ده حق كتا والبرع حق كتا والركان حق كتا والكباش حق كتا نحن حقنا الله نحن حقنا الله ربنا قال خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون كثير من الناس ما عارفين الخلقنا الله الصوفية ما عارفين الخلقنا الله البرعي يقول في كتاب ليك سلام مني أن بيخلق أحمد الطيب البشير يا أخي ربنا قال في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي شنو الذي شنو خلقنا الله ما خلقنا الشيخ خلقنا الله ربنا سبحانه وتعالى قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يا صوفية جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض من كلامكم انتو دل من كلامكم انتو دل وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ليه أن دعوا للرحمن ولدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا بعدين يوم القيامة بتجي براك في شيخ بيجي معاك في برعي بيجي معاك ما بيجي معاك والله ما يجوا يا أخي ربنا سبحانه وتعالى ربنا قال في ربنا قال وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر كله لله انت بليد ما فاهم الحاصل ولا شنو ده توحيد لله سبحانه وتعالى ربنا قال يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني انت لو كنت عندكم شك في القرآن فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ما بنعبد البرعي ولا ننادي الكباشي ولا ننادي الركاري بنادي ربنا الخلقنا الله الخلقنا ربنا الكبير ربنا المتعال ربنا هو الذي قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم يا صوفيا لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى في آلهة قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون لذلك قال في سورة يونس يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين أفهم دينك يا زول أفهم دينك ونادي الله في الشدائد النبي عليه الصلاة والسلام يوصي عبد الله بن عباس قال له إذا سألت فاسأل الله أسأل الله سبحانه وتعالى ده تعتر قول يا الله مرضك في الولادة قول يا الله يا أخي أنت عارف واحد جال أخوي في السوق عشان تعرف العقائد الخربانة دي جاءوا قال له يا أخي اسمع ديني قروش أتوصل بها جال أخوي في السوق قال لا ديني قروش أتوصل بها أنت عارف داري دي قروش قال له أنت عارف أنا أبوي الشيخ والحسونة قال له يا زول أبوك الشيخ والحسونة خلي دي قروش قال له أنت عارف والحسونة أنا بقول لها والحسونة بيجيني يا ولد حسونة بيجيني قال له طيب انت شاحدنا انا قروش ليه ما تنادي قول له يا ولد حسونة اديني قروش ما بديك يا زول ربنا سبحانه وتعالى قال ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين اتحداكم الان خليك لي بنقري فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين يا اخواننا اكتفي بهذا القدر واقدم اخونا محي الدين